لم يكن لانتصار لا في الاستفتاء حول تعديل الدستور الإيطالي واستقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي من تأثير كبير على الأسواق هذا الاثنين، فالمستثمرون توقعوا سيناريو فوز لا وخروج ماتيو رينزي. البورصات عرفت ارتفاعا على العموم منذ الافتتاح. إيطاليا مهمة بشكل منهجي، منطقة اليورو لا يمكن أن تبقى على قيد الحياة دون إيطاليا، ليست هناك تكهنات حول ذلك، ولذلك فمن المهم للبنك المركزي الأوروبي حل المشكلة المالية في إيطاليا، وإذا كانت لدينا مشكلة سياسية وإيطاليا تريد المغادرة، البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع أن يفعل أي شيء حيال ذلك. من دون شك أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، أما إذا كان هناك رفض لأوروبا فلا يستبعد أن تكون نظرة سلبية للسوق الإيطالية وأن يكون لذلك تأثير على البورصات الأوروبية.